طيب نروح لمحطة نجاح تانية، كلام الناس بقى لجورج وسوف. ايه ده بقى يا استاذ صلاح؟ ده ايه الروعة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ وايه الجمال ده؟ الحمد لله الحمد لله. كيف كان تعاملك مع أبو وديع؟ أبو وديع أنا الحقيقة أنا تعاملت معه لسه ما تقابلناش، مجرد برضو أنا كان نفسي طبعا ألتقي به، كل زي ما قلنا النجاح بعد النجاح، فمين بقى اللي نفسي فيه؟ نفسي بقى أشتغل مع ده. نفسك في مين؟ فكان نفسي في جورج اللي أنا سمع له اللي تعبنا سين فواك، كل شغله مع شاكر الموجي رحمه الله، ملحن اللي عمل له كل الروائع دي. المهم طب ايه، فمحمود موسى برضو كأنه هو ماضي مع محمود موسى اللي ماضي مع رغب علامة. المهم قال لي جاهز، فابتديت اجهز حاجات بقى لجورج، وخدها محمود سماها له فعجبته، وبعدين قعدنا ننفذ. هنا طارق عاكف الله يرحمه طبعا له فضل كبير قوي في انجاح كل الاغنيات اللي احنا بنقولها دي، كان مرحله مهمه قوي. وبعدين جه جورج يغني، كان اول مره اشوفه في الاستوديو هنا في مصر، فوقد كان وقد كان كلام الناس. ندندن بقى كلام الناس، يلا بينا. لا بيقدم ولا يأخر. خليكي وحياتي، خليكي. أنا آسف يا باشمهندس. أنا يعني بديك الساعة يا أستاذ صلاح. ميرسي روحي. أنا كان نفسي أنا أطلع مطربة بس الحقيقة صوتي ما ساعدنيش. ملامة وغيرة مش أكتر، كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر. ليه يا حبيبي نسمعه؟ أنا عايش بسمعهم. ليه يا حبيبتي نسمعهم؟ أنا عايش بسمعهم، معوني ما حد يمنعهم، ولا بالوقت هتأثر بكلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس. لا 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 بيقدم ولا يأخر. الله 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 الله.